هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان. عطاء بإحسان. هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا. فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه، والكل مأجور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الرابع. نستكمل اليوم بمشيئة الله شرح منظومة الجواهر والدرر، نظم نخبة الفكر، بصحبة الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد باجابر، الأستاذ بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. ونسعد باستقبال أسئلتكم عبر رقم الواتساب الذي يظهر لكم تباعا على الشاشة، كما ننوه عن رابط لقياس الفهم يظهر في نهاية الحلقة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله، أهلا ومرحبا شيخنا. كنا قد وصلنا إلى البيت 28، فنستأذنكم في القراءة. تفضل. أحسن الله عليكم. قلت حفظكم الله: والمحكم السالم من معارضة، بمثله لا إن ضعيف عارضة، وإن يكن تعارض صريح، فالجمع ثم النسخ فالترجيح، ثم اضطراب حكمه التوقف، وقيل عن أولها مختلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا عند مسائل التعارض بين الأحاديث والأقسام الناتجة عن هذا التعارض. إذا حصل تعارض بين الأحاديث فما هو العمل؟ الكلام هنا أولا سنقسم الأحاديث إلى أحاديث وقع ما يعارضها، وأحاديث سلمت من المعارضة. نبدأ بما سلم من المعارضة. الحديث السالم من المعارضة ليس له حديث آخر يعارضه، فهذا يسمى المحكم، حديث محكم، محكم الحديث، هذا لأنه سالم من المعارضة. النوع الثاني وهو ما وقعت فيه معارضة، وهنا ننبه أن المعارضة التي تقع للحديث هي معارضة في الظاهر، ليست معارضة في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا يأتيه الباطل، وكلامه وحي يوحى، لا يمكن أن يقول كلاما ثم يقول ما يعارضه. لكن إذا حصل شيء من هذا فهذا له تفسير، يعني هذا في الظاهر فقط هناك معارضة، في الحقيقة الأمر لا تعارض. طيب، إذا حصلت هذه المعارضة الظاهرية في الظاهر فقط، ننبه ونؤكد، ما الذي سينتج عن هذا، وما هي الخطوات التي نسلكها في التعامل مع هذين النصين اللذين حصل بينهما تعارض في الظاهر؟ عندنا عدة خطوات. الخطوة الأولى أننا سنلجأ إلى الجمع بينهما، إلى الجمع بين الأول والثاني، فقد نحمل الأول على حالة والثاني على حالة أخرى، فلا تعارض. مثلا لا عدوى ولا طيرة، ظاهره يعارض فر من المجذوم فرارك من الأسد. طيب، لا عدوى ولا طيرة، إذا لماذا أفر من المجذوم؟ إذا لابد من الجمع. نجمع بينهما فنقول من طرق الجمع، العلماء لهم أكثر من جمع في هذا، فيقال يعني لا عدوى بطبعها، ما في عدوى بنفسها، ما في شيء ينتقل إلا بإذن الله، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، أي لكي تغلق باب الاعتقاد وجود العدوى. يعني بعض أهل العلم ينفي وجود العدوى، بعضهم يثبت العدوى، لكن يقول العدوى المنفية هي أن العدوى بنفسها وليست
إرادة الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون جمعنا. إذا جمعنا بين النصوص هذا الجمع سنسميه، هذه المرحلة الأولى، سيسمى الناتج مختلف الحديث، مختلف الحديث أو نقول مختلف الحديث، يعني إما بالفتح أو بالكسر. إذن عند الجمع أول خطوة نخطوها، أو عند التعارض الظاهري أول خطوة نخطوها أن نجمع بين الحديثين، وهذا الذي يسمى مختلف الحديث. إيش يعني مختلف الحديث بالفتح؟ أنا أكتب على السبورة الآن. مختلف الحديث بالفتح هذا مصدر، مختلف مصدر ميمي بمعنى الاختلاف الحاصل بين الحديثين. وإذا قلنا مختلف نقصد إطلاقه على الحديث نفسه، يعني حديث لا عدوى مختلف الحديث، حديث فر مختلف الحديث، فر من المجدوم مختلف الحديث. أما الجمع بين الحديثين فهذا يسمى مختلف الحديث. إذن إذا قيل مختلف أو قيل مختلف كله صحيح، لكن سيختلف المعنى المراد. هل تقصد الحديث؟ قل مختلف. تقصد الجمع بين الحديثين والمتعارضين فقل مختلف. طيب إذن إذا أمكن الجمع جمعنا بينهما ونتج عندنا مختلف أو مختلف الحديث. إذا تعذر الجمع، وسنعود للأبيات، أول شيء سأشرح الفكرة ونعود إن شاء الله للأبيات. إذا تعذر الجمع سنلجأ للنسخ، فننظر أي الحديثين متأخر وأيهما متقدم، أيهما متقدم، فننسخ المتقدم بالمتأخر. إذن سينتج عندنا الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ. حديثان ظاهرهما التعارض، أحدهما متقدم زمنا والثاني متأخر زمنا، إذن الأول منسوخ بالثاني. إيش يعني منسوخ؟ منسوخ يعني رفع حكمه بالحديث الثاني المتأخر، إذن لا تعارض. طيب إذا كنا لم نعرف التاريخ، بحثنا لا ما عرفنا فين المتأخر وفين المتقدم، لم يميز المتقدم من المتأخر، فنلجأ إلى خطوة ثالثة وهي الترجيح بينهما، بين الحديثين، كي نقدم الراجح على المرجوح. إذن سنقول الترجيح، وسينتج عندنا الراجح والمرجوح. كيف سنرجح؟ بأي شيء نرجح؟ أحيانا نرجح بالقوة، وكنا ذكرنا في حلقة ماضية أن ما أخرجه الشيخان مقدم على ما أخرجه البخاري، والبخاري مقدم على مسلم من فرد به، ومسلم على غيره، وهكذا. فننظر من حيث القوة، ولا ننسى أنه قلنا هناك أنه هذا الترتيب هذا أغلبي، لكن قد يكون حديث مصنف في مرتبة متأخرة وأقوى من حديث قبله، ما في مانع بالنظر في أسانيد الحديث وطرقه وقوة رجاله، يمكن أنه نرجح حديث متأخر في الترتيب على حديث المتقدم في الترتيب. طيب إذن سنلجأ للترجيح، فننظر في كل حديث وجدنا أن أحد الحديثين أقوى رجالا وإسنادا واتصالا فقدمناه على غيره. هذه الخطوة الثالثة. إذن نحن بدأنا أولا بماذا؟ بالجمع وقلنا مختلف الحديث. الخطوة الثانية النسخ، بالنسخ قلنا سينتج الناسخ والمنسوخ. إذن أول شيء الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح. والترجيح له مسببات كثيرة، طرق كثيرة وأسباب كثيرة، منها قلت لكم القوة. قد يكون الترجيح بشيء آخر، قد يكون الترجيح بالراوي الذي روى القصة وشاهد القصة مقدم على الذي لم يشهد القصة ولم يراها. نعم. النقطة الرابعة، إذا تعذر الترجيح سننتقل إلى النقطة الرابعة وهي التوقف. التوقف، طيب كيف التوقف؟
يعني نتوقف لا نعمل بالأول ولا بالثاني ونلجأ إلى أدلة أخرى، ننظر إذا كان هناك عمومات أو ظواهر أو براءة أصلية أو نحو ذلك. إذا توقفنا سينتج عندنا المضطرب. إذن هذه هي طرق العمل عند الوقوف على أحاديث ظاهرها التعارض. المصنف قال: والمحكم السالم من معارضة. إذا ما سلم من المعارضة اسمه محكم. لاحظوا الآن عندنا 5 أسماء، 1 في السالم من المعارضة وهو المحكم، و4 ما تحصل عند المعارضة. قال: بمثله، من معارضة مثله، لا إن ضعيف عارضة، وإن يكن تعارض صريح. انتقلنا إلى ليش؟ إلى القسم الثاني وهو ما حصل فيه تعارض. قال: فالجمع، هذه الخطوة الأولى، والجمع سينتج عنها مختلف الحديث، ثم النسخ وسينتج الناسخ والمنسوخ، فالترجيح سينتج الراجح والمرجوح، ثم اضطراب اللي هو التوقف، ثم اضطراب حكمه التوقف. هذا الاضطراب كثير من أهل العلم يقول لا يكاد يوجد له مثال صحيح، أنه حديثان يتعارضان ولا يمكن لا الجمع ولا النسخ ولا الترجيح. يقول حكمه التوقف، ثم قال: وقيل عن أولها. أولها مين؟ المحكم ولا الجمع؟ لا، الجمع، ما هو المحكم. أولها هي أول الأحاديث التي فيها تعارض صريح مختلف، وقيل عن أولها مختلف. طيب، ننتقل إلى الباب الذي يليه. أحسن الله عليكم. قلت حفظكم الله: وسبب الضعف هنا أمران، سقط وطعن، وهما نوعان. طيب، أسباب الضعف في الحديث لا تخرج عن هذين البابين الكبيرين، وهما إما سقط في الإسناد وإما طعن في الراوي. إما سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. والسقط في الإسناد له صور، والطعن في الراوي أيضا له صور. السقط في الإسناد قد يكون سقط ظاهر وقد يكون سقطا خفيا، والطعن في الراوي قد يكون طعنا في عدالته ودينه أو في ضبطه وحفظه. هذا ملخص للباب الذي سيأتي، باب طويل سيأتي. سنبدأ أولا بالسقط، تفضل أكمل. السلام عليكم. سقط جلي بعده سقط خفي، مدلس منه ومرسل خفي، ثم الجلي معلق فمرسل، منقطع منه كذاك معضل. طيب، السقط في السند سينقسم إلى إيش؟ خفي وجلي. الخفي تحته نوعان، وهما المدلس والمرسل الخفي. هذا السقط الخفي. أما الجلي فتحته 4، سنأتي عليهم، ننتهي من هذين أول. السقط الخفي المراد به أنه سقط في الإسناد لكن ليس ظاهرا، ما هو واضح، يظهر بالتأمل والنظر، ويحتاج إلى أهل العلم يعرفون أن هذا فيه سقط خاف ليس ظاهرا لكل أحد. من صور هذا الخفاء التدليس. ما هو التدليس؟ التدليس طبعا في اللغة المراد بالتدليس إخفاء العيب وإظهار حسن الشيء، سلعة ولا حديث ولا إسناد ولا كذا. فالمدلس هو سقط غير ظاهر الذي يفعله المدلس الراوي. كيف هذا؟ هذا كان يروي الراوي حديثا عن شيخ لقيه، انتبهوا هنا السر، عن شيخ لقيه فيروي عنه حديثا لم يسمعه منه. طيب، فين الخفاء؟ الخفاء أنه
يروي عن شيخ لقيه سمع منه أحاديث، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، كيف سيظهر هذا للسامع أول وهلة؟ الآن لما يأتي الراوي ويروي عن شيخه، خلاص الأصل عند الناس أنه سمع شيخه، والظاهر أنه كل الأحاديث التي يرويها سمعها من شيخه. فإذا روى حديثا لم يسمعه من شيخه نقول هذا تدليس. طبعا هو كيف سيروي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه؟ الأحاديث التي سمعها من شيخه سيرويها بالتصريح بالسماع، سيقول حدثنا فلان، سمعت فلان، أخبرنا فلان. لكن الحديث الذي لم يسمعه لن يصرح بالسمع، فلن يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت ولك، وإنما سيأتي بصيغة محتملة فيقول عن فلان. عبارة عن العنعنة هذه تصلح للسماع وتصلح لغير السماع، يسمونها صيغة محتملة. إذن المدلس باختصار أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة. طيب، أن يروي عمن لقيه، طيب لو كان روى عمن لم يلقه أصلا، لم يلقه أصلا، هذا ما هو خفي، هذا صار ظاهر، خرجنا من هنا. طيب، فإذا روى عمن لقيه شيئا لم يسمعه منه وأتى بصيغة محتملة، قلنا هذا مدلس، الراوي هذا مدلس، وهذا الحديث حصل فيه تدليس. طيب، إذا كان بصيغة محتملة، طب ليش نقول بصيغة محتملة؟ يعني لو روى عن شيخه ما لم يسمع منه بصيغة صريحة في السماع، خرج من باب التدليس ودخل في باب آخر وهو الكذب، صار كذاب ما صار مدلس. إذا كان يقول سمعته فلانا يقول حدثنا فلان هو ما سمع، هذا كذاب، هذا كذب، فإذا سيضعف الحديث للكذب وسيكون من الأحاديث شديدة الضعف. طيب، هذا الأول اللي هو المدلس، قلنا أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة، لازم صيغة محتملة وإلا سينتقل إلى الكذب. ما هي الصيغة المحتملة؟ الصيغة المحتملة مثل أن يقول عن فلان، قال فلان، ذكر فلان، روى فلان، ما فيها تصريح أنه سمع أو لم يسمع. يعني لو واحد قال عن فلان فقلنا له أنت لم تسمع فلان، فيقول أنا لم أقل سمعت فلان، قلت عن فلان، فعن تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. وهل ممكن أن يقولها من سمع؟ نعم ممكن، الشخص الذي سمع شيخا يروي عنه بعن، ما في مانع، لأنها تحتمل، تستعمل هنا وهناك. طيب، هنا مسألة الحقيقة مسألة أبغى أنبه عليها، العنعنة نحملها أصلا، يعني العنعنة كيف نتعامل معها؟ إذا جاءنا في الإسناد حدثنا وسمعت، خلاص قلنا باتصال السند. طيب، وإذا جاء بالعنعنة عن فلان عن فلان، أو بعض الإسناد بالعنعنة أو بعضه بالسماع، المواضع التي فيها عن هل نحمله على السماع أو على غير السماع؟ القاعدة في هذا أن المواضع التي فيها عن، التي روى فيها الراوي بعن، نحملها على السماع بشرطين. الشرط الأول أن يكون الراوي الذي عبر بعن عن شيخ من الشيوخ لابد أن يكون عاصر شيخا هذا الشيخ الذي يروي عنه، إذن الشرط الأول المعاصرة. الشرط الثاني المعاصرة للشيخ الذي يروي عنه. الشرط الثاني هو السلامة من التدليس، لا يكون هذا الراوي الذي يستخدم عن صدر منه تدليس، سبق أن وقع في التدليس، فإن وقع في التدليس ودلس عن بعض الشيوخ فروى أحاديث لم يسمعها بعن ونحوها لا نقبل. إذن نقبل عن نحمله على السماع بشرطين، المعاصرة واحد، والسلامة من التدليس اثنان. طيب، الآن نبين الشروط هذه. طيب، ما رأيكم لو روى الراوي عن شيخ لم يدركه أصلا، لم يعاصره، وقال عن فلان،
هل هذا تدليس؟ لا ما هو تدليس. طيب هل عن هنا محمولة على السماع؟ لا ما هي محمولة على السماع. لماذا ليست محمولة على السماع؟ لأنه هو يقول عن فلان وهو أصلا لم يدرك فلان. يعني أنت تروي اليوم عن شيخ مات في القرن السابق أو في 100 سنة الماضية، ما سمعته أنت. طيب فإذا هذه لا تحمل على السماع. طيب هل الراوي الذي فعل ذلك كذاب؟ لا ليس بكذاب، لأنه عبر بصيغة محتملة وهي عن، بخلاف ما لو قال حدثنا فلان أو سمعت فلان. الأول. الثاني، السلامة من التدليس. فلو كان الراوي الذي يقول عن، الذي عبر بعن في الإسناد معروف بالتدليس، صدر منه التدليس، فلا نقبل. إذن أي شخص وصم بالتدليس الأصل فيه أننا لا نقبل عنعنته. فإذا قال عن نشتبه فيه، نقول ما ندري هو الآن سمع ولا دلس، فلا بد يصرح. إذا رواية المدلس، وأظنها يعني نحن بصددها الآن، رواية المدلس إذا عن لا نقبلها، لاحتمال أنه أسقط راويا، وإذا صرح بالسماع قبلناها. نعود للصيغ، قلنا الصيغ المحتملة عن وما شابهها. طيب والصيغ الصريحة في السماع مثل سمعت وحدثنا وأخبرنا إلى آخره. انتهينا من المدلس، باقي المرسل الخفي. هذا النوع الثاني من السقط الخفي في الإسناد. ما هو المرسل الخفي؟ سنبين المرسل الجلي ثم الخفي. لو روى إنسان اليوم وقال مثلا عن ابن حجر، هو في أحد اليوم شاهد ابن حجر ولا سمع ابن حجر؟ لا طبعا. عن السيوطي أنه قال كذا وكذا، هذا انقطاع ظاهر ولا خفي؟ هذا انقطاع ظاهر، لأنه لك لم تدرك هذا الشيخ. بل حتى لو جبت واحد من القرن الماضي، واضح الظاهر، السقط الظاهر والانقطاع الظاهر. الخفي يشبه الظاهر من وجه ويشبه الاتصال من وجه، وهو أن تروي عن شيخ عاصرته لكن لم تلتقي به، لم تره عينك، ما شفته. يعني إنسان يكون مثلا في مكة فيروي عن شيخ في الشام، والشيخ هذا لم يدخل مكة ولا هذا الراوي اللي في مكة ذهب إلى الشام، ولم يلتقيا في أي مكان، لم يحصل بينهما اللقاء. طيب الآن قولوا لي ما الفرق بين أن تروي عن هذا الشيخ الذي عاصرته ولم تره، وبين أن تروي عن ابن حجر الذي لم تعاصره أصلا؟ في فرق ولا ما في؟ في فرق. الفرق أنه لما تروي عن ابن حجر انقطاع ظاهر، ما في لبس. أما لما تروي عن هذا الشيخ فهذا في لبس، لأنه قد يظن بعض الناس أنك التقيت به لكونك معاصر له. واضح الفكرة؟ فهذا اللبس فيه أشد. يعني لو تروي عن ابن حجر أرحم، لأنه ما راح يقع عندنا لبس أنك أنت لم ترى ابن حجر. لكن لما تروي عن شيخ عاصرته ولم تلتقي به فهذا فيه خفاء وفيه لبس. طيب هذا الثاني اللي هو أن تروي عمن إيش لقيته أو عاصرته ولم تلقه، طبعا تروي عنه بصيغة محتملة للسماع. أما لو قلت حدثنا وهو ما حدثك دخلنا في الكذب، هذا كذب يصير. إذن هذا يسمى المرسل الخفي. السؤال الآن، إيش الفرق بين المرسل الخفي وبين المدلس؟ المدلس يروي عن شيخ عاصره ورقيه، لكن الحديث الذي رواه الذي دلس فيه لم يسمعه منه. وبينما المرسل الخفي روى عن شيخ عاصره ولم يلقه. عرفنا الفرق الآن بين الاثنين. هذا هو السقط الخفي. سننتقل للجلي. ما هو السقط الجلي؟ المصنف قال في المنظومة: سقط جلي بعده سقط خفي مدلس منه. منه يعود للخفي. إذن مدلس منه يعني من الخفي، ومرسل خفي. إذن السقط الخفي سيشمل المدلس ويشمل المرسل الخفي.
ثم قال ثم الجلي معلق واحد، فمرسل اثنان، منقطع ثلاثة، منقطع منه كذاك معضل، معضل أربعة. إذن أربعة أنواع. ما هي الأربعة الأنواع؟ نكتبها ولا في غنى عن كتابتها؟ نقول إيش؟ معلق ومرسل، معلق ومرسل وبعدين منقطع ومعضل. أنا سأحتاج أنت منقطع ومعضل، أحتاج أرسم حقيقة، نبغى نمسح السبورة هذه، نبغى نمسح السبورة. طيب انتبهوا الآن، سأرسم إسناد، نقول مثلا السراج يروي عن محمد ابن إسماعيل، يروي عن قتيبة، وقتيبة يروي عن مالك، ومالك يروي عن نافع، ونافع يروي عن ابن عمر. كم راوي؟ ستة رواة. تمام. طيب لنفترض أن الذي يروي عن السراج هو المؤلف، المصنف هنا، المصنف هنا تحت. المصنف إذا أسقط من أول الإسناد راوٍ أو أكثر، إذا أسقط من أول الإسناد راوٍ أو أكثر على التوالي يسمى معلق، يسمى معلق. يعني مثلا على سبيل المثال في هذا، لو قلنا إن المصنف محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري، لو أن محمد بن إسماعيل أسقط قتيبة، قتيبة أسقط قتيبة، وروى عن مالك مباشرة، طبعا ما راح يقول حدثنا مالك، ما يجوز، وإنما سيروي عن مالك، يقول قال مالك أو كذا، هذا اسم معلق. طيب نفترض أنه أسقط قتيبة ومالك مع بعض، يعني كيف روى؟ قال البخاري قال نافع، هذا معلق. طيب نفرض أنه حذف أيضا نافع، يعني حذف الثلاثة، فقال قال ابن عمر، كل هذا معلق. طيب حذف ابن عمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلق. هذا هو التعليق. إذن التعليق ما حذف من مبدأ إسناده راوٍ أو أكثر على التوالي. طيب ننتقل إلى الثاني، هذا معلق، ننتقل إلى الثاني وهو إيش؟ المرسل. ما هو المرسل؟ في مثل هذا الحديث اللي بين أيدينا، إذا أسقط الراوي ابن عمر، إذا أسقط ابن عمر وروى عن النبي مباشرة، يعني كيف حكاية الإسناد الآن؟ قال البخاري حدثنا قتيبة، قال أخبرنا مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نافع أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. طيب من الساقط؟ ساقط صحابي، صحابي فقط ولا في احتمال آخر؟ لا، في احتمال أن يكون أكثر من صحابي، في احتمال ثالث، نعم، قد يكون الساقط تابعي وصحابي، وقد يكون أكثر من تابعي وأكثر من صحابي، كل هذا وارد. إذن السقط إذا كان في الموضع الذي فيه الصحابي نسميه مرسل، هذا الذي يسمى مرسل.
إذا لما نقول المرسل هو الذي سقط منه الصحابي غير دقيق، هو سقط الصحابي في الصورة، أما في حقيقة الأمر ما ندري، قد يكون صحابي ومعه تابعي، قد يكون صحابي مع أكثر من تابعي. فالدقيق قد يقال هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنسكت عن السقط ما هو. طيب ننتقل إلى الثالث وهو المنقطع. الآن سأحتاج أني أعيد ابن عمر، هذا إسناد أمامكم، ما هي صورة المنقطع أو ما هو تعريف المنقطع؟ ما سقط من إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، راو واحد يسقط في موضع أو مواضع. الآن بدخل البخاري وأجعل الراوي عن البخاري هو الذي يروي هذا الإسناد. تصور أن هذا الإسناد يعني المصنف هو اللي يروي عن البخاري. الآن إذا أسقط قتيبة اللي أضع أمامه علامة خطأ هذا الساقط، فقال حدثنا محمد بن إسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الإسناد ماذا نسميه؟ منقطع. لماذا؟ لأن الذي سقط منه راو واحد فقط. طيب صورة ثانية، أسقط قتيبة ونافع، الآن كم سقط فيه؟ اثنان. هل الاثنان على التوالي ولا ليس على التوالي؟ لا ليس على التوالي. إذن هذا ما اسمه؟ نقول هو منقطع في موضعين، الأول كان منقطع في موضع واحد، الانقطاع في موضع واحد، والآن انقطاع في موضعين. كيف صورة الرواية ستكون؟ حدثنا محمد عن مالك عن ابن عمر، أسقطنا نافع وأسقطنا قتيبة، وطبعا محمد لم يدرك مالك ومالك لم يدرك ابن عمر، وهذا سقط ظاهر، هذا هو المنقطع. وقد يكون الانقطاع في ثلاثة مواضع وفي أربع مواضع، المهم مواضع متفاوتة متباعدة. طيب بقي عندنا المعضل، ما هو المعضل؟ لو تصورنا أن البخاري الراوي عن البخاري قال حدثنا محمد عن نافع، يعني أسقط قتيبة وأسقط مالك، هنا السقط في راو أم راويين؟ راويين على التوالي. نعم على التوالي. إذن إذا كان أكثر من واحد وعلى التوالي سميناه معضل، فتصير صورة تصير الصورة محمد قال حدثنا محمد عن نافع عن ابن عمر. طيب صورة أخرى للمعضل أيضا، لو أسقط الراوي ثلاثة فقال حدثنا محمد عن ابن عمر، كم الساقط هنا؟ ثلاثة، قتيبة ومالك ونافع، إذن يصدق عليه ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، فهذا معضل يسمى معضل. وهكذا لو كان الساقط ثلاثة أربعة، كل ما زاد السقط المهم أنه على التوالي فيصير إيش؟ يسمى معضل. طيب أظن اتضحت الصورة أو أوشكت، تفضل. صلى الله عليكم. قلتم والطعنان نوعان، والطعن نوعان بلا محالة، الطعن في الضبط وفي العدالة. طيب هذا كلام سبق أشرنا إليه بإيجاز واختصار، إنه الطعن عرفنا أنه السقط نوعان، سقط خفي وجلي، الطعن نوعان، إما في عدالة الراوي يعني في دين الراوي، وإما في ضبطه وحفظه. الطعن في عدالة الراوي سيشمل خمسة أشياء وهي ستأتي بعد ذلك مفصلة، يشمل خمسة أشياء مهم ضبطها وكتابتها. أسوأ طعن في الراوي أن يطعن بالكذب. إذن الأول الطعن في العدالة يشمل خمسة أشياء، الأول الكذب، كذب الراوي، كذب الراوي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اكتبوا الكذب. الثاني هذا الأول من إيش؟ الطعن في العدالة. الأول الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني التهمة بالكذب. كيف هذا؟
إذا كان عندنا راوي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سنقول إنه كذاب في الحديث، وحديثه سنحكم عليه بأنه موضوع مكذوب. لو كان الراوي لا يعرف بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يعرف بالكذب في حديث الناس، فعند ذلك إذا روى حديثا نشتبه فيه ونتهمه بالكذب ونقول هذا الذي يكذب في حديث الناس قد يكون يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا متهم بالكذب. هذه صورة من صورة الاتهام بالكذب. ومن صور الاتهام بالكذب أن يكون هذا الراوي يروي حديثا يخالف الأصول ويخالف الشريعة ويخالف القرآن، وهو أضعف واحد في الإسناد، يكون هو المتهم. يعني نحن نشتبه في هذا الحديث أن هذا حديث غير صحيح وتقع الشبهة والتهمة فيه هو، فيقال متهم بالكذب، يعني متهم أنه هو الذي وضع هذا الحديث وكذب فيه. طيب الثالث وهو الفسق. لاحظوا أننا نتدرج، الأسوأ الكذب، ثم أخف منه التهمة بالكذب، ثم أخف منه الفسق. الفسق كان يرتكب الكبائر ولا يتوب منها، أما من ارتكب كبيرة وتاب منها ليس بفاسق، ارتفع عنه الفسق. إذن هذا الثالث. الرابع الجهالة، وسيأتي بيان الجهالة مفصلة بعد ذلك، لأنها ستشمل أن يكون الراوي مجهول، يعني مجهول تجهل عدالته ويجهل ضبطه أيضا، وهذا له أنواع سيأتي. الأخير الخامس والأخير البدعة، إذا كان الراوي متصفا ببدعة فالبدعة طعن فيش. وسيأتي بيان متى نقبل رواية المبتدع وقد لا نقبل، أنه قد نقبل رواية المبتدع، وكذلك المجهول قد نقبل أحيانا بعض رواياته بشروط ستأتي. هذا الطعن في العدالة، نريد الطعن في ماذا؟ في الضبط. الطعن في الضبط أيضا خمسة أنواع. الأول فحش الغلط. كيف فحش الغلط؟ فحش الغلط معناه أنه إحنا تكلمنا عن سيء الحفظ وقلنا الحفظ أنه إما يكون في التمام فحديثه صحيح، أو ينزل عن التمام فحديثه حسن، أو ينزل أكثر فيكون سيء الحفظ، أو ينزل جدا يعني يخطئ في أكثر الأحاديث التي يرويها. وهذا مشاهد في كلام الناس، يعني بعض الناس تجد إذا ذكر موقفا أو قصة أو حدثا يذكره بدقة، وبعض الناس لا يذكره بدقة فيزيد وينقص. فإذا كثر من الإنسان الزيادة والنقصان وعدم الضبط في نقل الحديث الناس لا تثق بحكم بنقله. ففاحش الغلط هو الذي كثر منه الغلط في الحديث. الثاني كثرة الوهم، كثرة الغفلة. الغفلة كيف؟ إيش الغفلة؟ الغفلة يعني أن يكون الراوي مغفلا. ما معنى مغفلا؟ يعني غير متقن، غير متقن، وغير غير متقن لا عند سماع الرواية الحديث ولا عند رواية الحديث، ومن السهل أن يخدع. وإذا قيل له حدثك فلان عن فلان بكذا قال نعم هو ما لم يحدثه، لا يقصد الكذب لكن لغفلة فيه، وهذا الذي يسمونه التلقين. كثير الغفلة من صوره أنه يقبل التلقين، إذا قيل له حدثك فلان يقول نعم في وقت انتهى ولا إيش؟ استمر في وقت. طيب أشر لي النقطة الثالثة في الضبط، في سوء الضبط هذا الوهم. الوهم إيش الوهم؟ الغلط يعني. هذا الوهم يكون في أحاديث الثقات، الثقة الحافظ الضابط المتقن، فإذا روى ألف حديث كلها صحيحة، نعم كلها صحيحة، لكن أحيانا قد يطلع النقاد الأئمة الكبار ما هو أي أحد، يطلعون على خطأ هو وقع فيه بسبب وهم، يعني غلط يغلط،
يحصل له وهم فيخطئ. كيف يخطئ؟ يعني يغير اسم الصحابي، يخطئ بدل ما يقول ابن عباس يقول عن أنس، أو يخطئ في اسم راوي، وهذا قليل طبعا في روايات الثقات ونادرة، لكن هذه النادرة يكتشفها النقاد، الأئمة النقاد يكتشفون أخطاء الثقات، فهذا يسمونها وهم، الوهم اللي ينتج عنه الحديث المعلل. الرابع وهو المخالفة، الراوي قد يروي ويخالف غيره من الرواة. طيب كيف يعني يخالف؟ سيأتي بعد ذلك إن شاء الله أن المخالفة خمسة أنواع، المخالفة خمسة أنواع. كيف هذه؟ إما أن يخالف الرواة فيدرج في الحديث، يعني يدخل في الحديث ما ليس منه، يدخل في متن الحديث ما ليس منه، أو يدخل في الإسناد ما ليس من الإسناد، يدخل راوي ليس من الإسناد، هذا نوع من المخالفة. ومنها القلب، كعب بن مرة فيخطئ فيقول مرة ابن كعب، أخطأ وقلب الاسم، أو يقول حتى في حديث تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الحديث، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فيخطئ وينقلب عليه الحديث ويقول حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هو ينفق باليمين ما هو بالشمال. فالمخالفة ستشمل خمسة أنواع، منها قلنا القلب، ومنها منها الإدراج، ومنها القلب، ومنها المزيد في متصل الأسانيد وسيأتي له بيت خاص، ومنها الاضطراب، ومنها المصحف والمحرف، سنتركها إلى أن يأتي تفصيلها. الأخير سوء الحفظ، سوء الحفظ. طيب سوء الحفظ تكلمنا عنه سابقا، يعني أن ينزل حفظه حتى عند درجة الحسن، ما يصلح يكون حسن، فيكثر الغلط في حفظه، لكن لا يصل إلى الدرك الأسفل بحيث أنه نقول هذا فاحش الغلط، لم يفحش، يكثر لكن لا يفحش. هذه خمسة أشياء في الضبط، وخمسة في العدالة، نلخصها باختصار: الطعن في العدالة، الكذب، التهمة به، الفسق، ثم الجهالة، ثم البدعة. الطعن في الضبط، فحش الغلط، كثرة الغفلة، الوهم، المخالفة، سوء الحفظ. إيش أشدها بالنسبة للضبط؟ فحش الغلط هذا أشدها، وكثرة الغفلة أهونها وأسهلها، سوء الحفظ. ولذلك سوء الحفظ إذا ورد في الحديث فيه راو سيء الحفظ ثم جاء إسناد آخر يقويه يعضده، سيرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره، لكن فاحش الغلط لا، لن يرتقي إلى الحسن لغيره. طيب نكمل الآن، الأبيات القادمة هي تفصيل لبعض ما جاء هنا، تفضل. قال السلام عليكم، قلتم: فما رواه كاذب موضوع، وتهمة متروكه مسموع، وما روى الفاسق سمي المنكر، وغفلة وغلط قد كثرا. طيب لاحظوا هنا هذه العشر الأسباب، أسباب الضعف عشرة، خمسة في العدالة وخمسة في الضبط. الحافظ ابن حجر لما رتبها ما رتبها كذا، رتبها بحسب الأشد فالأشد، على سبيل التدني، يعني يبدأ بالأشد ثم الأخف وهكذا، فجعلها كالتالي: كذب الراوي، ثم تهمته بذلك، ثم فحش غلطه. لاحظوا كذب الراوي ثم تهمته بذلك، هذه متعلقة بإيش؟ متعلقة بالعدالة ولا بالضبط؟ بالعدالة، طعن في العدالة. ثم قال: ثم فحش غلطه وكثرة الغفلة. طيب هذه متعلقة بالضبط، بس هذه شديدة تعتبر. قال: والفسق، الفسق متعلق بالعدالة. ثم رجع إلى الضبط وقال: والوهم والمخالفة، وهذه متعلقة بالضبط. قال: والجهالة والبدعة، رجع للعدالة. ثم ختمها بسوء الحفظ، وقلنا سوء الحفظ أسهلها. يقول الحافظ إنه رتبها على حسب الأشد، على سبيل التدني، التنزل من الأعلى إلى الأدنى. طيب نحن سرنا الآن على هذا الترتيب. قال: فما رواه كاذب الموضوع. إذن أول شيء الحديث الموضوع، ما هو الحديث الموضوع؟ الحديث الموضوع هو أسوأ الحديث من حيث الضعف،
هو ما في إسناده راو ثبت عليه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدنا في الإسناد راو كذاب يكذب في حديث رسول الله حكمنا على روايته بالوضع، قلنا هذا حديث موضوع يعني مكذوب. طيب قال إذن ما رواه كاذب اسمه إيش؟ موضوع. وتهمة، تهمة بإيش؟ بالكذب، يعني متهم بالكذب. وتهمة متروكه مسموع. إذن المتهم بالكذب، وبينا إحنا اللي يكذب في حديث الناس وغير ذلك يسمى حديثه متروك. إذا المتروك هو ما في إسناده راوي متهم بالكذب في متهم بالكذب في حديث رسول الله، هو يكذب في حديث الناس لكنه اتهمناه في الكذب في هذا في الحديث. طيب من هو المتهم بالكذب؟ قلنا قبل ذلك إذا كنتم تذكرون أنه متهم بالكذب إما أن ينفرد بحديث يخالف القواعد المعلومة من الشريعة فيتهم هو بوضع هذا الحديث، وإما أن يعرف بالكذب في كلام الناس وإن لم يظهر منه كذب في الحديث النبوي. طيب الثالث ما هو؟ المنكر. إيش قال المصنف؟ وما روى الفاسق سمي المنكر. قال وغفلة وغلط قد كثرا. إذن المنكر يطلق على ماذا؟ الآن ثلاثة أشياء تسمى منكر. المنكر هو الحديث الذي في إسناده من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، هذه الثلاثة فقط، لا في غيرها كمان بس الحين اقتصرنا على الثلاثة وسيأتي بيانها إن شاء الله. إذن الحديث المنكر هو الذي فحش غلطه. إيش يعني فحش غلطه؟ يعني غلطه كثر، فحش كثر جدا في الروايات، وهذا طبعا طعن في الضبط وليس في العدالة. كثرت الغفلة، كثرت غفلته يعني عرف بالتساهل الشديد وعدم الإتقان وقبول التلقين، وهذا أيضا طعن في الضبط وليس في العدالة. الثالث من ظهر فسقه مثل الذي يرتكب كبائر ويصر عليها ولا يتوب ويستغفر الله، أما ارتكاب المعاصي والتوبة منها فهذا طبيعة البشر وديدن البشر. طيب إذن اللي يهمنا الآن الوقفة مهمة عند المنكر. ما هو المنكر؟ رواية فاحش الغلط، كثير الغفلة، إيش؟ ظاهر الفسق. نضيف إليها أيضا مر معنا إذا كنتم تذكرون إنه المنكر هناك رواية الضعيف إذا خالف الثقة، اللي هي المنكر ذكرناها مع الشاذ. ها إذن هذا المعنى الرابع. طيب ما الفرق بين الثلاثة التي ذكرناها الآن والرابع اللي سبق ذكره؟ هناك بقيد المخالفة، يعني المنكر يطلق عند المخالفة، يطلق على من على الضعيف، رواية الضعيف إذا خالف الثقة. طيب إذا كان ثقة خالف الأوثق ما راح نسميه منكر، نسميه شاذ. مر معنا، أنا قاعد أراجع دحين. طيب إذن المنكر يطلق أيضا على معنى رابع وهو الضعيف إذا خالف الثقة. طيب هل هناك معنى آخر؟ نعم، ويطلق أيضا على الراوي الذي لا يحتمل تفرده، يعني لعدم قوته لا نحتمل أن نروي نقبل منه حديثا تفرد به، نشك فيه أنه هو هذا ليس بضابط ولا هو بمتقن، يعني سيطلق على الضعيف أيضا. طيب انتهينا، ننتقل لبعده. قلتم حفظكم الله والعلة التي تكون قادحة ذات خفاء لا تكون واضحة. إذن هذا سينتج منه الحديث المعلل، ما هي العلة؟ العلة نقول سبب خفي قادح، سبب خفي قادح. طيب إيش الفرق بين العلة وبين أسباب الضعف اللي ذكرناها من قليل التي قاعدين نذكرها الآن منهم؟ إيش الفرق بينها؟ الفرق بينها أن تلك ظاهرة، هذا راوي كذاب، هذا راوي متهم، هذا راوي ضعيف، هذا راوي فاحش الغلط، هذا راوي كثير الغفلة، هذا راوي فاسق، ظاهرة هذا. لكن إذا كان سبب الضعف خفيا فيصير يسمى علة، يسمى علة. إذا العلة ما هي؟ أمر أو سبب خفي قادح، مع أن ظاهر
لما نقول خفي قادح ايش راح نفهم منه؟ انه الحديث ظاهره السلامة ولا ظاهره الضعف؟ اذا قلنا ظاهره الضعف ما صار خفي، ظاهره السلامة. طيب ينتج عنه الحديث المعلل، ما هو الحديث المعلل؟ طبعا الحديث الذي طلع فيه على علة خفية قادحة تقدح في الصحة مع أن ظاهر الحديث السلامة. مثل إيش؟ أنا ترى عرجت على هذا عند تعريف الصحيح، يعني نقول الحديث مثلا موقوف على ابن عمر فيخطئ أحد الثقات، لاحظوا العلة ترى في الغالب تكون هي أخطاء الثقات أوهام الثقات، يخطئ أحد الثقات فيقول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيخطئ ويضيف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إدراج بس خفي ما هو واضح. أو مثلا حديث منقطع فيخطئ الراوي ويسنده، يعني حديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط ابن عمر، ما في ابن عمر، نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيخطئ أحد الرواة ويهم. ليش يهم؟ لأنه في الغالب هو في حفظه أن ابن عمر، أن نافع يروي دائما عن ابن عمر ويروي عن غيره طبعا، فيذكر ابن عمر على سبيل الوهم والخطأ. طيب نكمل. ومدرج زيادة من غيرها والقلب تقديم وتأخير بها، هذا من موضوع المخالفة. احنا قلنا المخالفة ستشمل المدرج وتشمل القلب وتشمل خمسة صور المخالفة. هذه الصورة الأولى من صور المخالفة وهي الإدراج. الإدراج يعني الإدخال، المدرج الحديث الذي أدخل في سنده أو متنه زيادة ليست منه، إما في متنه زيادة لفظة أو زيادة جملة أو زيادة جمل، أو في إسناده زيادة ليست منه، وهذا له صور كثيرة. طيب هذا المدرج، إذن مدرج إسناد ومدرج متن. الثاني قال والقلب تقديم وتأخير بها، يعني بالرواية القلب قلنا أن يقدم، أنا مثلت قبل قليل حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا المقلوب ولا هذا الصحيح؟ هذا المقلوب، تعلم يمينه ما تنفق شماله، هو اللي يصدق يصدق بيمينه وليس بشماله. طيب هو هكذا جاء في الحديث، مش عشان اللي يصدق، ولا الإنسان ممكن يصدق بأي بكلتا يديه. طيب إيش بقي عندنا؟ ما زلنا في المخالفة بالمناسبة. قال تغير النقط هو التصحيف أو كان في الشكل فذا التحريف. أحيانا المخالفة تكون من باب التصحيف والتحريف. كيف التصحيف والتحريف؟ وإيش الفرق بين التصحيف والتحريف؟ كثير ما يفرق بين التصحيف والتحريف شيء واحد، وبعضهم يميز زي ابن حجر ويقول التصحيف إذا كان التغيير حصل في نقط الحروف مع بقاء الصورة كما هي بس حصل في النقط فهذا يسمى مصحف. يعني إيش؟ يسار وبشار، إيش الفرق بينهم؟ يسار بشار الصورة واحدة بس النقط اختلفت، يسار نقطتان في أوله، بشار نقطة ثم ثلاث نقاط. مزاحم ومراجم كذلك الفرق في النقط، فإذا أخطأ أحد الرواة وبدل ما يقول مزاحم قال إيش؟ مراجم، أو بدل ما يقول مراجم قال مزاحم، فهذا صحف، نقول صحف على الاصطلاح الدقيق، نقول صحف ولا نقول حرف، يصح هذا وذاك لكن على الأدق يقال صحف. طيب هل يمكن أن يكون التصحيف في المتن؟ نعم. احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، أخطأ الراوي وقال احتجم وهكذا، يصير إيش؟ تصحيف. التحريف أن التغيير يكون في الشكل في التشكيل في حركة الحروف مع بقاء الصورة، مثل الراوي اسمه عقيل فيرويه الراوي ويقول عقيل، إيش سوى؟ الرسم واحد، الفرق في التشكيل ما هو في النقط، أيضا هذا يسمى تحريف، ولو قيل تصحيف أيضا ما في إشكال. سلام وسلام الرسم واحد، سليم وسليم الرسم واحد، والفرق في الشكل. إذن إذا حصل التصحيف والتحريف أن يحصل تغيير مع بقاء الصورة في الغالب، والاختلاف يكون إما بنقط أو بحركات الحروف. طيب
البيت الذي يليه ومنعوا توقفت. طيب جزاكم الله خير. هناك سؤال شيخنا من الأخ أبو إسحاق من الجزائر يقول هل يشترط في المعضل أن يكون السقط متواليا من وسط السند أم قد يكون من أوله أو آخره؟ لا، إذا كان من أوله سيلتقي بشيء ثاني اللي هو المعلق، سيصدق عليه صورة المعلق والمعضل. إذا كان باثنين على التوالي سيكون معضل ومعلق، لكن إذا كان بواحد سيكون معلق. وهذه ترى الاصطلاحات يعني يتساهلون فيها، يعني يتساهلون بس ما يتساهلون لدرجة أنهم يقولوا، يتساهلون بإطلاق المنقطع عليها كلها، يعني يقول هذا حديث فيه انقطاع، وقد يكون نوع الانقطاع إرسال، وقد يكون إعضال، وقد يكون وقد يتساهلون أيضا بإطلاق كلمة الإرسال فيقولون مرسل على كل الأنواع. طيب احنا ما عندنا فاصل اليوم ولا ايش؟ لا ما في فاصل اليوم، ما في. طيب شكرا الله لكم شيخنا. طيب باسم جميع المشاهدين الكرام نشكر الشيخ على ما قدم، ونذكركم برابط قياس الفهم، ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان. هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.